صباح النور والورد والفل والياسمين. الاثنين 28 ديسمبر 2002 اخر اثنين في العام 2020 ما نحبش نقولها هذيك تعمل لي الارتجاج جبوني في مخي وفي قلبي وفي بدني. يلا يا سيدي بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله للجميع. ان شاء الله جمعه تتعدى بكلها اخبار زينه وبيه وبداوا التلقيح وتلقيح وخرجت ايطاليا تبارك الله البارح بديت والدنيا والزرارق وكل حسين. وانت قلت ما لقحش عندي فيك، انا نحكي للناس اللي كيفي انا، ابره موجوده فيها تلقيح مد يدي انا وعادي. يلا يا سيدي خلينا نودع بربي هالفيروس هذايا ولا شكونه، نودع العام معاه الخرم برم الكل. ان شاء الله يا ربي العام الجديد يكون عام سعيد علينا الناس الكل. وجهه الجندوبي معاكم في المدام وجهه من توا حتى نص نهار، من 9:30 لنص نهار المدام وجهه مع وجهه الجندوبي. عيد ميلاد سعيد التاسع ايضا الغاديو اي اف ام، احلى غاديو ان شاء الله كل عام وراديو نتاعنا حي بخير يا ربي. ان شاء الله ديما برامج منوره وزاهيه، ان شاء الله انا من هوني ما نتحلحزش كذا. يا سيدي ساعتين ونص مانيش باش نكون وحدي، باش يكونوا معايا طبعا اولاد المدام على يميني الكوتش. بونجور دالي، بونجور، كل عام وانتم حيين بخير. وزاد عيد ميلاد حامد، حامد سوية، اي عيد ميلادك سعيد. اسمعي ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للناس كل تسمع فينا. جوزيف صباحك اسعد الصباحات. صباح خير وجه، صباح خير دالية، صباح خير اللي تسمعوا فينا الكل. عيد ميلاد سعيد لاي اف ام والحامد بالطبيعه، وعيد ميلاد سعيد لزواجي زاد اليوم، نعمل عام عرس. رجع لنا عيد وناني فيغ سي دونك. عيد ميلاد سعيد لزوجتي زاد، نقول لها راني نحبك. آخر اثنين لعام 2020 نعم، وكو سنة سعيدة إن شاء الله 2021. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله. صباح الخير الناس الكل. بونجور أمين معانا في الإخراج، استجيرة صباح النور، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. ان شاء الله ديما بحذنا هاك ونريخ تاخذ له بلاست وغاديك اوكي على فيك على فيك بعد نترو نورمال عادي، هذيك هي سنه الحياه. يلا يا سيدي نبداو بالسونداج، نبداو حلقتنا كالعاده بالسونداج. والسونداج هذا يسالكم فيه سؤال تابع راس العام، بما انه راس العام قريبا جدا جدا. السؤال يقول الجاتو، الجاتو كيف نقول الكوش بتاعنا، الجاتو الجاتو نتاع راس العام، اسكو تفضلوا انكم تعملوا في الدار تاكلوا خبيزه جاتو هكا عاملينها بداياتكم، والا تشريه حاضر خاطر زعما زعما الزينه والحاجات هذوك فهم برشا حاجات ما نجموش نعملوهم. خليونا اجابات نتاعكم على باش فيسبوك غاديو اي اف ام وعلى انستغرام زيد. انت شنو رايك جوزيف؟ انا والله من اللي نعرف معناتها راس العام امي تعمل في الدار الجاتو دونك، وتو بما انك متزوج كيفاش؟ باش نمشي بحضم خويا. ربي يفضل لنا ماتنا، الله لا يحرمنا منهم، ربي يفضل مات الناس الكل. وانت كوتش؟ انا قبل كنت نشري، ملي عرفت الدور صاف عملت معاه لوفر مش نقد خبز دقات في الدار. لوفر معناه درساف مش تقد، مش انت مش تقد. بالتليفون كوم كوا. زعما زعما. مش تقد. كيما خبز الهواء اللي عملها وحده. لطفا خبز الهواء بيضة ثلج. نقطة كحلة في 2020 هذيك ما زمنا نقعدوا نحكيوا فيها حتى 2020. ديجا عندنا ريونيون بعد على حكاية هذايا. يا سيدي ماكش باش تحكي لنا على الجاتو اليوم، باش تحكي لنا على شخص ما عرفش شكون وشنو هي حياته. تو نتعرفوا عليه. جوستومون يلا نمشيو لفصل الحكاية مع جوزيبي. فصل الحكايه كيما كل نهار اثنين نحاول نحكي لكم حكايه هكا باش نبداو الاسبوع بكل ايجابيه. اليوم باش نحكيو على انسان ما تعرفوهش، مستحيل نجموا تكونوا تعرفوه، واللي عاش حاجه باهيه في 2020، حاجه بيزار انسان عاش حاجه باهيه في 2020، اما ذي عاش معناتها قصه مزينه على الاخر. اسمه تياغو ريش، قلت لكم مستحيل تعرفوه على خاطره ماهوش معروف. تياغو ريش مواطن برازيلي عادي يخدم على روحه، اب عنده صغيرات ويسكن في منطقه اسمها سانتا كروز بويليت ساو باولو. حد الان جاكم تبعوا فيه كيما 99% من العباد في البرازيل يموت على الكوره،
ويشجع مشجع وفي الجمعيته نتاع حومته بالطبيعة سانتا كروز. السيد هذا عمل بوز في 2012، تياغو عمل بوز كبير برش على خاطر خطفوا له تصويره وهو يشجع في جمعيته وحده في الجرادان وحد، فما حتى حد وحده على روح حط كيستي ويشجع في جمعيته وحده. التصويره هذه دارت العالم الكل، لما نهارتها جمعيته خسرت 4-1. تمشي ويجي الايام وكل شيء، سي تياغو هذي لوج على خدمه، لقى خدمه في الجمعيه اللي يحبها في الديريكسيون نتاع الجمعيه، معناتها ليه بالديريكسيون ديريجون فوالا نتاع جمعيته، بشويه بشويه لين ولا رئيس جمعيه سانتا كروز اللي يحبها ويعشقها. رئيس جمعيه جمل ولا رئيس جمعيه بشويه بشويه صحيح، تقدم روحه للانتخابات تاع رئاسه الجمعيه ولا رئيس جمعية سانتا كروز. سنة 2020 سنة سعيدة التياغو، خاطر جمعيته سانتا كروز تتوج بالكأس معناتها نتاع ساو باولو، معناتها ولاية ساو باولو، هزت الكوب نتاع ولاية ساو باولو، وهذا لأول مرة في تاريخها. ومش هذا الأهم، لأنه في 2020 طلعت الجمعية وهو ولا بريزيدون، وطلعت الجمعية وباش تشارك في الكوب دو برازيل لأول مرة في تاريخ، ويولي تياغو أصغر رئيس جمعية يتوج في البرازيل. إيش قولكم؟ ما شفت الطموح ليه طموح لا سمحني ربي فضل أمال يمين حتى عروس جديد راه ما يلزمش شفت المحبة الصادقة وين تنجم تهز أغزر كيفاش يحب هذاك هو شو كيفاش كاينة هذاك التصويرة اللي عبيت تفرش فينا في EFM TV في 2012 التصويرة اللي حكيت لكم عليها وحده فان دو سانتا كروز فان دو سانتا كروز أمريكان هيك على في 2020 بريزيدون دو سانتا كروز وبحذية الكوب اللي هزها نهار الجمعة اللي فاتت. أما الخير يطري الخير ضعاف هو هو ضعاف من الخير يطري مسكين على ما يجري في التيرانات يظل يلم فيهم على بعضهم يلا 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 باش ناخذوا على الكوب ولا خيال جملة. يلا كوتش إيبنوز أهلا وسهلا بك شو محضر لنا سيدي اليوم؟ يا مرحبا، اليوم باش نحكيو شوية على كيفاش نقويه ولا نبوستيو السيستم ايمينيتير نتاعنا، خاطر من الامراض والحكايات هذوما كل سورتو احنا تو في بيريود نتاع الشتاء، وهل الكورونا زاد كيف كيف باش نبوستيو بدنا ونعطيكم دي زاستوس زاد كيف كيف بدنا يكون معناتها عنده مناعه كافيه باش يقاوم الامراض هذوما. يلا يا سيدي نمشيو في ساعة شويه اموال، نجيبوا شويه اموال ونرجعوا للكوتش في حركه بدنك. إذا كنت حب سهرية رأس العام تتعدى ناجحة بامتياز عليك وعلى جاتو ميغرينواز، الوصفة عالمية باز والأصناف جينواز ولا داكواز، والمذاق فوي ساك فخاز بيستاش شوكولا فاني وفرامبواز. ميغرينواز ميغرين المروج واحد. بور بلوس دانفو أبلي لو 71 42 777. من 9:30 لنص نهار المدام وجيها مع وجيها الجندوبي. مرحبا بكم في المدام وجهة 9:52 دقيقة، كيما مستنسين لقيت هذايا وقيت حرك بدنك. عليه السريو هذا الكل نبي يلا كل شيء حرك بدنك يلا هاي سيدي غو بونجور العباد الكل اللي تسمع فينا واللي التحقت بينا تو كالكو سوا على EFM الراديو ولا EFM TV. ايوا بالله سقوم جمتين هذوما كل مره يقولهم لي حد هاي يمشي نحكيو على سيدي كيفاش نعزز دفاعات جهاز المناعه. يعطيك الصحه شفت كي نترجم لك والله يعطيك الصحه تبدلت بالعربي صحيح تحسها من بتاع جيش نبداو باول حاجه اللي هو ذاك علاش انا موجود هو الاكتيفيتي فيزيك. دونك العباد الكل تعرف اللي على قد ما نعمل اكتيفيتي فيزيك وعلى قد ما تكون الاكتيفيتي فيزيك نتاعنا منظمه وعلى قد ما تكون معناتها مش ما نضرب ضرب ونجي في قاع الحانوت، معناتها نجي انا نعمل 3 مرات في الجمعه ولا 4 مرات في الجمعه ولا حتى كل يوم نصيف ساعه اكتيفيتي فيزيك تعاوننا بالكدا بالكدا بالكدا، ومن احسن الحاجات اللي نجموا نعملوها باش تقوينا المناعه نتاعنا. دونك اكتيفيتي فيزيك منظمه وديما مواظبه عليها كل جمعه، ما غير ما نبخل ما غير ما نقولها وتو مطر وتو شتا وتو راني بخلت وتو درت شنو، لازمني نحاول مينيموم. هما ياسر يبخلوا الحاجات هذوما، هما حتى لي سبورتيف سامحني ساعات زاد بروفيسيونيل تحكم فيهم زيادة ظروف هكا نتاع برد وشتاء ودرا شنو وتيرا ما يلعبش وهذاك ما هكا ولا اي. اما احنا مالي بدينا ليميسيون بعضنا حتى في امتر سور امتر حتى في الدار تنجم تعمل اكتيفيتي فيزيك نتاعك. دونك ما فماش حتى
مانع يعطيك الصح. دونك نحاول حتى يا مع البارتنير نتاعي يا مع الكوبل نتاعي يا مع صاحبي يا وحدي في الدار. دونك نحاول باش نلقى نخلق مويان تاع موتيفاسيون ونحاول نعمل 3 فوا بار سيمين مينيموم. يهديكم ربي راهو سي تري امبورطون السبور والاكتيفيتي فيزيك في حياتنا. مش لازم معناتها الاكتيفيتي تكون انتونس ولا نمشي للصاله ولا بو امبورت. راني حتى في الدار حتى في الباركور راني شعلنا بالله كي ليزيكزارسيس كي اللي عملناهم من الاول بالكل هذوك نتاع الدار مع الكرسي 2021 كلها مش تتعدى ان شاء الله ليميسيون نتاعنا كلها ديزيكزارسيس. ريتو كيفاش سمع بي خاطرين 2021 مش نبدل ليكيب صحيح خليني ندز روحي ريت شفت كيفاش نخدم روحي مالوش خطيب باش يولي الجمهور وطالبوا وينو قال لنا كوتش هذاك بكرش بكرش باش نحيا الكرش ايوا هذه الحاجه الاولى سيدي او الاهم حاجه هي الاكتيفيتي فيزيك نتاعنا. ثاني اهم حاجه باش ندخل شويه هكا في السيكتور نتاع الدكتوره ميساج يجي غدوه خذ ايوا هو نحاول باش نخلي ديما نطلع في الفيتامين سي ودي. فيتامين سي سي تري امبورطون معناتها تو سكي كل القوارص والكيوي وذاك الكل مدلينا توا بنا فيها حلوه عسل الشنوه بلاش قلوب بالحق دونك هذا سي تري امبورطون. والفيتامين دي زاد كيف كيف اللي هو ينجم يجينا كلكو سوا من الشمس او كان ناتشورال وقعدوا برشا في الشمس كان الدنيا طقس باهي الجمعه هذه الكل طقس باهي لا طقس باهي فما شمس اما البرد يقتل. دونك حاول تاخذ بلاصه شمس تضرب فيك الشمس شويه باش هكيك تدخل فيتامين دي لبدنك. زاد نلقاهم في لي برودوي ليتي كيما الحليب كيما الفروماج كيما كل شيء نلقاه في العظام ونلقاه في الزيت نتاع الحوت. دونك هذا الفيتامين دي مويان ما تبيع في الفارماسي يعني بالنسبه للناس اللي تحب تعطي لصغيراتها هكا مغير. فاحنا كنا قبل واحنا صغار سامحني حتى ندخل لك في ميساج تفضل حكايه الدكتور الدكتور خدتي كد كنا قبل نخدم مغير فازيت في الفارماسي شرينا يقوي البدن ويقوي المناعه والكل يعطيك الصحه. دونك هذا سي تري امبورطون والله تبكي برك اما الحمد لله ربي فضلهم وربي يرحم الوالدين اللي كانوا هكا واقفين صغيرات امين ايوه دونك هذا الكل نحاولوا مويان مو يلزمني نكونسوميو ما بين فيتامين سي ودي 110 ملي غرام بار جور للعباد معناتها لي زادولت. بالنسبه للعباد اللي تتكيف تستعمل اكثر شويه 130 140 ملي غرام معناتها بار جور فيتامين سي ودي. الحاجه الثالثه اللي هي زاده كيف كيف لازمني نحاول نختار لي زاليمون نتاعي معناتها الماكله نتاعي نحاول نختارها على خاطر فما ماكله فيها غيش وتعاوننا زاده في لي سيستيم ايمونيتير نتاعنا اللي كيما باغ اكزومبل السوريز كيما الثوم كيما شامبينيون سوريز وثوم تصور مع بعض حطهم لي سوريز هذوما الكل تفهم السلطه دو فرويل تفهم السلطه مالح ايوه صحيح انا عطيت دراوني ماكله ماكله معناها حاجه غلال وخضر غلال وخضر الشامبينيون باهيه السوريز باهيه الثوم باهي. دونك هذايا الماكله اللي تنجم تقوينا في المناعه نتاعنا ب 24 مليون هذوما ديجا السوريز والشامبينيون صح سوها باهي سيدي نعاود نرجع لكم للفيتامين سي ودي. علاش باهيه؟ على خاطر الفيتامين سي ودي نعرفوه اللي هو يقوي لي جلوبول بلون نتاعنا ويعطيهم معناتها يعاونوا باش يبعدوا لي زانفكسيون. دونك لي جلوبول بلون نتاعنا على قد ما انت تحط لهم فيتامين سي ودي يبداوا يخدموا على رواحهم ويحاربوا لي زانفكسيون اللي يدخلوا لنا لبدننا. دونك هذاك علاش يقوينا في السيستيم ايمونيتير نتاعنا. دونك هذا اونتر بارونتيز. من بعد السوريز وال 24 مليون هذوما كيف كيف الماكله نتاع النوم نتاعنا لازم نكون منظم. دونك نحاول باش نعمل بين 7 سوايع و8 سوايع نوم يوميا. اما بالله ما تقولوليش راني قاعد نرقد ماضي ساعتين ونقوم العشرة ولا نقوم ال 11 نتاع الصباح راهو هذيك راني قاعد نعمل فيه 8 سوايع ولا 7 سوايع راهو سي با سا. راهو 8 سوايع و7 سوايع نوم نعملهم مع ال 11 تاع الليل مع العشرة نص تاع الليل. ما هكيكا معناتها باش تبدا الميتابوليزم نتاع بدننا البدن نتاعنا يخدم في وقته الصحيح خاطر فما شكون يقلب نهار وليل وليل ونهار ويقول لك انا راني ما ضعفتش وراني انا السيستم ايمونيتير نتاعي مش باهي. دونك هذاك ينجم يكون سبب من الاسباب انه السيستم ايمونيتير نتاعنا مش قاعد يخدم بالكدا. ونوفيو معناتها بالحاجه الاخرى اللي نحاول باش نبعد على ستريس لو ماكسيموم. دونك ايفيتي لو ستريس خاطر زاده كيف كيف ستريس يدخل في السيستم ايمونيتير نتاعنا. واضحه الحكايه. دونك سبور ماكله منظمه فيتامين سي دي ودي. سي لو ستريس والنوم حاجه عرفت كي يطلب في المستحيل هذوما الكل مع بعضهم انا بيرسونيلمون صعيب ياسر عندي واحد باش يكوى هو يطلب في حاجات عاديه اي هما حاجات نورمالمون نعيشوا بيهم نعيشوا بيهم اي بون يعطيك الصحه كوتش ميرسي بوكو عايشك بارك الله فيك جوست كانت عم زي حاجه برك وي ميسيلش تفضل عيد ميلاد شكون زدت لا عيد ميلاد حتى حد
نشكر برشا برشا عباد اللي كونتاكتاونا على حطونا دي كومونتير ولا دي كريتيك على الروبريك نتاعنا تاع حرك بدنك ولا اللي كونتاكتاوني على الانستغرام dali.bn. نحاولوا اشاك فوا نجاوبوا العباد على الاسئله نتاعهم. يعطيك الصحة، شكرا ليك كوتش اللي حكيت لنا على كيفاش دافع هكا بدنك يدافع عليك. شكرا ليك، يعطيك الصحة. دونك ساعتنا الجاية استناو استناو برشا ربح في المدام وجهة، استناو زيدة كيف كيف أسوام الدواجن اللي طلعت نعرفش علاش خاطر قربنا زعما راس العام شوفوها مع سهسوهات. نرجع لكم أنا بعد الأخبار.